وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة والتي تقوم بتصريف الأعمال الآن اتخذت إجراءات نقل وترفيع وامتيازات لمقربين من الوزراء، ماذا تريد الحكومة المستقيلة من ترتيب مراكز قانونية وهي راحلة؟ هم لو مدركون أن في برمته راحل لما حاولوا الالتفاف ومحاولة إيجاد مراكز قوى هنا وهناك، سواء في مجال الاقتصاد أو في مجال الأمن أو في مجال السياسة، سيبقى النظام أو نظام العملية السياسية في بغداد يقاوم حتى آخر لحظة، ولن يرحل إلا مكرها. نعم، سيرحل ولن يرحل بإرادته أو بهذه الطريقة من التفاوض. نعم. نعم. طيب، إلى أي مدى يمكن أن تعقد هذه الترتيبات التي تقوم بها حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة من المشهد السياسي في المستقبل؟ أعتقد أنه لها قيمة، لأنه كل ما بني إذا ما تم التغيير الشامل والجذري وإسقاط النظام 9-4 وما نظام المحاصصة ونظام أمريكا ونظام الهجين الإيراني الأمريكي في بغداد، نعم، ما بعتقد أنه أنت ستعاني فقط من نهب أموال العراق ومحاولة استعادتها. أما كل قوانينهم فهي قائمة على المحاصصة، بس تسقط الدستور وتسقط طريقة الانتخابات وتعيد ترتيب البلد، الأمر ليس من الصعوبة في شيء. الأمر في النتائج، إذا ما انتصرت الثورة في بغداد، انتصار الثورة في بغداد سيكون كارثة سياسية في الإقليم وكارثة على توازنات دولية مهمة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة أيضا شريك رئيسي في أزمة الفساد في بغداد، وشريك رئيسي في تدمير العراق، وشريك رئيسي في بناء العراق الجديد اللي استباح كل شيء وسرق كل شيء. هؤلاء تلاميذ نجباء للولايات المتحدة أولا في المال والسرقة وفي التزوير وفي تدمير البلد، ومن ثم هم تلاميذ نجباء للجوار الإيراني في قمع التغيير ومحاولة الناس تحسين ظروفهم. يعني هناك نظام هجين في بغداد يخدم قوى إقليمية ودولية لن تتساهل معنا في حال انتصار الثورة. طيب، لكن الخارجية الأمريكية والخزانة الأمريكية، بما معناه أن الإدارة الأمريكية اليوم تفرض عقوبات على قادة ميليشيات من ضمنهم قائد ميليشيات العصائب مثلا قيس خزعلي. أخي الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية نشأت كل هذه الميليشيات في كنف الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل قواتها المتواجدة في بغداد، وكانوا شركائهم في الهجوم على أكذوب الداعش وما يسمى بداعش وتدمير المدن المنتفضة في مرحلة من المراحل. الولايات المتحدة الأمريكية تخلق الأزمات وتديرها وتوظفها للاستفادة منها. الولايات المتحدة هي من أسقطت العراق واستولت على مقدراته وتركت اللصوص يسرقون ما أمكن من السرقات، وأموالهم اليوم موجودة وغدا سيصادروا كل أموالهم وتذهب للخزينة الأمريكية. يعني هذه ليست تجربة الأولى، تجارب العالم كثيرة في هذا المجال. الولايات المتحدة الأمريكية هي الفاسد الأعظم والكاذب الأعظم، فلا ثقة بسياسات وتصريحات الخارجية الأمريكية أو محاولاتها في مجلس الأمن لاسترضاء الثوار أو لتحسين لإدانة المنطقة الخضراء أو إدانة النظام السياسي. كل هذا هي عبارة عن مناورات أمريكية للاستفادة من الحدث ليس إلا. طيب، أمريكا أكثر شرا من الإيرانيين. طيب، يعني على المستوى التشريعي البرلماني اليوم، البرلمان يصوت على قانون جديد يقضي بتشكيل مفوضية انتخابات جديدة من القضاة، يعني إلى أي مدى ترى أن هذا الحراك سيقوم بتهدئة الشارع العراقي الثائر؟ واضح أنه الحراك غير معني بكل إجراءات البرلمان، لأنه أصلا لا يعترف بهذا البرلمان. فما ينتج عن البرلمان اليوم كما كنا نقول سابقا، ما نتج من العملية السياسية فهو باطل، لأنه بناء النظام السياسي في العراق تم على أسس باطلة، واليوم يحاولون أن يشرعنوا بعض القضايا للمستقبل باطلة.
فلا أعتقد أن أحدا من المنتفضين في المدن يعني وساحات العراق سيوافق على هذه الإجراءات. البرلمان جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. طيب يعني بإجابة مختصرة وسريعة، الحكومة العراقية أو ما تسمي نفسها بحكومة عراقية يعني ماذا ترمي بكل هذه الإجراءات؟ لماذا ما زالت تراوح مكانها مع المتظاهرين؟ يعني هي أولا تجد دعما خارجيا لتثبيتها، وبالتالي هي ولو ترك الأمر للعراقيين لرحلت منذ زمن طويل. لكن المشكلة كما ذكرت لك أن العراق اليوم والمنتفضين اليوم يقودون معركة مع الدولي والإقليمي. نعم، الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.